مجان على نفقة الدولة والمرشح السابق لدائرة السيدة زينب فردي مستقل. أهلا بك يا أستاذة، اهلا كل سنة بحضرتك، وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة وكل المشاهدين بخير، كل وحضرتك سنة طيبة يا وهم فندم. طيبين. ما رأي حضرتك فيما يصدر من البعض من إشاعات تعرقل مسيرة تغيير ثقافة الفكر بالنسبة للسياسة الخارجية؟ انا هقولها كده بفهم بسيط علشان نقدر نوصلها للسادة لاصحاب ال المشاهدين. اه هو دلوقتي لما بتكون اما بتصدر اشاعه، هي بتصدر اشاعه من مين؟ من حد ما عندوش ضمير، صح سواء كان قاصد او مش قاصد. صح بتعمل ايه الاشاعه دي لما بتصدر وبتنتشر على السوشيال ميديا وخاصه التواصل الاجتماعي؟ كل حد بيسمع حاجه بيحط عليها كلمتين، ده بيحط كلمتين، ده بيزود. بيحط كلمتين. يعني مثلا، يعني هقول لحضرتك حاجه، يعني اكزامبل بسيط كده. امبارح او اول امبارح، دوله الكويت خدت، مش الدوله عموما، الطيران المدني، ومش الطيران المدني كله، شركه من شركات الطيران المدني، يعني اصدروا قرار اللي 31 دولة ومن ضمنهم مصر ان مش عايزين من عندهم يعني رحلات للكويت. البعض عمل ايه؟ او الاخوان الخرفان صدروا ده، يعني على اساس ان هم يحطوه في المشهد، الكويت مش عايزة وان مصر موبوءة وان مصر عندها مليون مليون ايه؟ احنا لم نتعدى 100,000. 100,000 يا فندم في 100 مليون، انت ايوه عارفه النسبه قد ايه؟ ضئيله جدا. ضئيلة جدا. طيب المهم، يعني ما نقولش بقى ان في عداء ما بين الشعب، ما بين الدولتين، وبالتالي هو هينعكس بقى على الشعوب. صح انتوا بتعملوا مشكله بدون مشكله، صح وهكذا وهكذا، وما اعرفش اللي هي الشمر دي، ادينا على الفيس مثلا بنهرج بنضحك، انما العمق الوجداني بين دولة الكويت ودولة مصر ممتد. طبعا ده طبعا بيننا دم وبيننا نسب وبيننا سياسات وبيننا تجارة وبيننا كل شيء. صح يعني مثلا لما نقول يقولوا لك مصر ضربت القاعدة بتاعت الوطية اللي هي في على حدود ليبيا أيوة. في المنطقة الغربية، م. مين قال لك مصر؟ م. طالما ما القوات المسلحة ما صرحتش بذلك، صح يبقى احنا ما جبتوا مجهولة. الكلام ده منين؟ مجهولة دي احنا ما صح نعرفش، انت مش عارف يا م. مواطن يلي قاعد في على بيتك ما انتش الفيس، عارف حاجة. انت مش عارف. صح اوكي، احنا بس ممكن ناخد سمة ايه؟ احنا بندعم بلدنا، بنقول صح قواتنا المسلحة. هم لو هقول لك مش محتاجين، لا هم محتاجين تشجيعنا، لان هم اساسا مننا، صح ولادنا. طبعا فبنقول احذروا الاشاعات، لان الاشاعات بتعمل مشاكل بين الدول، صح لانها بتكبر وبتتفاقم، صح وهي لمصلحة البعض، مصلحة البعض اللي هم عايزين التدمير والخراب. ايوه ولن تسقط مصر ان شاء الله ان ان شاء شاء الله. الله باذن الله. ما رأي حضرتك فيما يجب ان يسلكه الناخب وقت التصويت في انتخابات الشيوخ والبرلمان؟ هو احنا محتاجين تغيير ثقافة الفكر. يعني فعلا ايه؟ يعني انت لازم تعرف يا مواطن ان عضو البرلمان او اللي هيشغل المقعد البرلماني ده مش علشان يحقق لك احلامك الفردية ولا طلبك الفردي، لا، الموضوع مش كده خالص. هو عضو البرلمان المفروض لسن القوانين صح للتشريع. صح يبقى انا لما اختار ده ثقافته ايه؟ ده ثقافته ايه؟ ادى ايه؟ عمل ايه؟ زي شغل مقعد الشيوخ، ايوه انت تختاره على اي اساس؟ عشان هو قريبك؟ ولا علشان حد قال لك انتخبه؟ لا، هو المفروض انه، يعني لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، انت بتختاره على اساس انه هو صاحب تخطيط وصاحب فكر سابق افاد به الدوله، صح علشان تقدر. انما انا عشان الطلب الفردي، يبقى انا بدور على عضو المحليات. ف
فبعض المرشحين اللي بيشغلوا اللي عايزين يشغلوا مقاعد سواء كان الشيوخ ولا البرلمان بيجي على المواطن البسيط هعمل لك وهعمل لك وهعمل لك علشان ينزل، والبعض بيشتري صوت. صح انت ما مت انت ما تلبيش طلب، طلب اللي بيقول لك انا هشتري صوتك ده هو من الاول بيقول لك انا فاسد وهشتري صوتك. للأسف. طب انت الفاسد ده منتظر منه ايه؟ لا هيفيدك ولا هيفيد بلدك. صح تمام، يبقى انا ما اغير بقى ثقافتي. طب انا مش هعرف اختار اعمل ايه؟ اشوف ابني اللي في الجامعه ممكن يكون عارف، جاري، ايه صح راي حضرتك؟ يثقف طب قول نفسه. لي كده، لو انا ما عنديش ثقافه فكر، بس كل الناس عارفه كل حاجه، والبرلمان السابق بيقول والبرلمان اللي قبله بيقول، احنا محتاج، هقول لسعادتك يعني، هو طبعا احنا بنأمل في ذلك، في تغيير ثقافه الفكر، لان هيفرق تغيير جامد. الخطاب الديني فرق شويه مع الناس، صح لانه بيهدف لمجتمع افلح اي واصلح، صح برضه تغيير ثقافه الفكر، ولكن هي هتبقى دوره اتنين تلاته تانيين، ولذلك الفكر لسه زي ما لسه. هو، ولذلك اني مش ناوي اترشح. فاهم طب عليا؟ ليه؟ لا، ما هو انا مش هروح اشتري صوت. صح انا كنت صاحبه منظومه فكريه اللي هي تواصل تحيا مصر ايوه وبنشرها، موضوع كبير، بس يعني انا شايفه ان اللي كانوا بيجوا لي المقر في ال 14 شهر في الاخر راح خد 100 جنيه و يعني مشكلة دي والله مشكلة. هنا بقى من الفقر مع الجهل. عارفه حضرتك لو في وعي مع فقر هقول مش هدي له صوتي، صح لان في وعي، ودينا شايفين منظومه التعليم بتتغير، يبقى تغيير ثقافه الفكر صح تعليميا، والصحه موضوع جائحه كورونا غير الثقافه، هيبقى ايوه دلوقتي يعني اما قال لك الاطباء وابتدوا الاطباء يعني بقوا في مرتبه غير اللي كانت متواجده قبل كده، صح في تغيير. فمن هنا هيوسعوا برضه في المستشفيات، في انشاء مستشفيات، احنا شايفين صح مصر، في تغيير تغيير مصر بقت عامله ازاي، جميلة فمحتاجين برضه مع ده وعي. يواكب الفكر، صح فكر البسطاء، فكر البسطاء يتسع شويه، صح مش عارف اسأل. صح طيب نحب أن نتعرف على نهج كتلة ائتلاف القاهرة لعلاج الإدمان بالمجان على نفقة الدولة، بما أن حضرتك رئيسة هذه الكتلة. والله احنا نهجنا لله تطوعي، بنستقطب حالات الادمان من كل حته في الجمهوريه عن طريق اعضاء الكتله، مشكورين، بيبذلوا جهد كبير في ان هم بيقدروا يستقطبوا حالات الادمان من اماكن متفرقه في الجمهوريه، وطبعا هو حضرتك لما بيكون العمل لسه بادئ بياخد منك مشقه وتعب، أكيد انما لما ابتدى لما بيسلك طريقه، خاصه ان احنا بقى لنا سنه وست شهور أو حتى اثناء جائحه كورونا كنا شغالين، فبقى بالنسبه لي العمل اسهل، أكيد طبعا فخلاني افكر في تطويره بقى، مش همشي انا النهج هو، صح لا، لابد من التطوير. في ايه اللي قابلني؟ انا اللي قابلني مشكلتين، هي الدوله مشكوره طبعا فاتحه مستشفياتها سواء كانت المدنيه او العسكريه لاستقبال حالات الادمان بالمجان، ولكن عندي او انا شفت ان هما مش يعني مش بيسببوا لي شخصيا أي مشكله، ولكن انا شفت ان في عقبتين، عقبه اللي هي في مداخلة ان حالات من الادمان كتيره ما بتجيش حتى بالاقتناع، يعني تقنعيها وتبعتي عضو من اعضاء الكتله ان يقنعوا في البيت، لا، عايز وسيله تانية اللي هي وسيله الاجبار، فدي مشكله. طب بعد إذنك معانا الأستاذ عز عبد المنعم. صباح الخير. أهلا، صباح الخير. ازيك يا استاذ عماد؟ ازي أهلا يا حضرتك؟ أستاذ عز، عضو الكتلة. أستاذ حضرتك؟ عز ايوه، عضو الكتلة على الشيخ زايد في أكتوبر. انا عز عبد المنعم، عضو في الكتلة، أيوه أهلا بك. وبتشرف بوجود الاستاذ عماد مع حضرتكم النهارده. احنا طبعا استاذ عماد انا اقترحت عليها ان احنا نعمل مستشفى غير هادفة للربح، فطبعا قالت لي وليه لا،
فان شاء الله ان شاء الله باذن الله كده خلال الشهر ده نعزمكم على الافتتاح باذن الله. ان ان شاء شاء الله الله نبقى مع ربنا يوفقك. حضرتك هو باذن الاستاذ الله. خليكي معانا يا استاذه عزه. الاستاذه اتفضل. عزه هي عضو في الكتله، انا بعرفها بقى لي مده ايوه طويله، ولكن هي كانت بتقدري تقولي ايه، بتتطلع بتشوف احنا بنعمل ايه عن بعد. ايوه فلما لقت نفسها تقدر تعمل ايه فجهزت امورها وبعدين فتحتني في الموضوع. قالت لي دلوقتي في اوقات بتبقى مستشفيات الدوله مليانه على اخرها وبياخدوا انتظار، ايوه ايه راي حضرتك؟ قالت لي ايه رايك ان احنا نعمل مستشفى اه غير هادفه للربح، صح في ان احنا يعني بتكلفه الحاله بس، ايوه يعني اقامه طبعا، اكل واشراف طبي ايوه واخصائيين والمكان والكلام ده. قالت لي قد التكلفه. فعملت انا وهي كده قلنا لو الشاب من دول، اقل شاب في بيتهم بياكل بكام؟ اقل اكل فقد كده. طب اقل ايه؟ كده كده ايوه كده. قلت لها والله التوتال في النهايه ما هواش كبير، واحنا ممكن نقدر نجيب حد يدعم يدعم ال الشباب اللي مش هتقدر جوه المستشفى بتاعتنا، اه يبقى احنا بنوسع هنا العمل التطوعي. وانا بشكرها جدا طبعا ان هي طبعا طرحت اشكرك يا استاذه الفكره دي. عزه. ده انا اللي بشكرك يا استاذه عنيات والله على يعني بجد على اللي انت بتعمليه مع المدمنين، وربنا يديكي الصحه يا ويعني رب، اللهم تبقي دايما امين معاهم يا رب. ان شاء الله. وافتتاح مبارك ان شاء الله، ان ان شاء شاء الله، الله قريب هنعلن عنه بامر وفي الله. الافتتاح ان شاء الله حضرتك تبقى معانا، وانت برضو يا استاذه عزه تبقى معانا اه لا باذن استاذ الله عزه بقى تبقى في معايا. لقاء اه اخر باذن الله. ان شاء ان الله شاء ان الله. شاء الله ان شاء شكرا الله. شكرا يا استاذه شرفت عزه، بيك. شكرا. اتفضلي الله اتفضلي يخليك. نكمل الكلام. هي اتكلمت في وقت جميل، ايه هو بقى اللي هو ردي على سؤال حضرتك ايوه في اني ايه هي المشكله التانية اللي كنت بتقابل بشوفها حضرتك. مش بتقابلني انا، انا شغلي ماشي تمام، ما شاء الله. اللي هو ايه المستشفى ادي معايا حالات ادي بيكشفوا ادي. ايوه طب لما الكتله مع طبعا مع صندوق مكافحه الادمان ومع حاجات تانية كتير شغاله، فبقى ممكن تقولي المستشفى بقت كومبليت، المستشفى دي بقت كومبليت، هنا كومبليت، صح في حالات بتبقى ما ينفعش تقعد. صح انت شايفه مش شايفه الحاله بقى؟ لان انا تعاملي مش مع الحاله، انا تعاملي مع اهل الحاله، معظم يعني 90% من تعاملاتي مع الام مع الاخت مع الزوجه اللي بيتها اتدمر صح واولادها بيتشردوا وبتنزل بتروح تشتغل وما عندهاش دخل يعني تعليم ولا كده، فممكن بتشتغل بتساعد في بيت، بتساعد في بيت والاب مغيب، الولاد في الشارع، صح ممكن يحصل لحد فيهم عمليه خطف، ممكن اللي هم بيسرقوهم والاعضاء فانت ما تيجي تدوري المشكله في الادمان، صح فملف الادمان متسع. مهم طب ايه جدا. بقى؟ فقابلني ان ما فيش مكان. يبقى احنا محتاجين مستشفيات اكتر، لان في كلامنا في الاول بنقول ان الدوله في توسع اي وفي تطور، فمحتاجين معاها تغيير ثقافه فكر. فتغيير ثقافه الفكر اي نعم مش هيجي مره واحده، ولكن هو في بداياته شغال، صح فشغال دي بقى هنا في وعي، بقى في وعي للي حوالين مريض الادمان صح ان هما بيوعوه على انه يتعالج. فاحنا من هنا هنحتاج مستشفيات مكان اكتر. مكان اكتر. صح وانا بقول يعني بنادي من مكاني، يعني انا مش هقدر طبعا في البدايه ان احنا نفتح 10 مستشفيات من دول، صح انا حد تاني يعمل نفس النهج صح اللي هو بالتكلفه، او ان احنا مثلا كلنا في الاخر نشترك مع الدوله في ان يعني نزود عدد المستشفيات صح بس. ربنا يوفقك يا رب. الله يخليك. بما ان حضرتك تقومي بعمل عظيم لخدمة هذا الوطن، وهو مش عظيم قوي على لا حاجه، والله ده عظيم احنا جدا، يعني عايزين ربنا نساعد، يديك احنا الصحة عايزين ويعينك. نساعد بلدنا صح يعني، صح وكل واحد من وكلنا مكانه. معاك ان شاء الله بإذن الله. الله يكرمك. لخدمة هذا الوطن وهو محاربة الإدمان، كيف يصل المواطن البسيط لحضرتك كي يعالج من هذا المرض؟ سهل جدا. هي الكتلة ابتدت تتعرف، ايوه وعايزينها تتعرف اكتر عشان توصل للكل. هو مجرد مثلا اللي بيسمعونا، اصدقائي على الفيس، اعضاء الكتلة،
وانا بلوم عليهم واخر مره اقول لهم، ومش مش بنزلهم عشان هم حبايبي. احنا بنقول ننشر اكتر من صفحاتنا ان اللي محتاج علاج من الادمان بالمجان على نفقه الدوله يتواصل معانا على الواتس اللي هو 031-51-51-225. كل اللي بيعمله مش لازم يكلمني، صح، على الواتس بيبعت لي صوره البطاقه، وانا من العنوان في البطاقه بقدر اقول ده هيروح انا مستشفى. يعني حضرتك تقولي كده ان احنا يمكن بنعمل زي شغل الخط الساخن في صندوق معالج في صندوق علاج الادمان والتعاطي، لان هو اساسا برضو احنا الحالات بتروح تبع صندوق علاج الادمان والتعاطي. ايوه يعني الامر سهل جدا، قول بس انت، صح، طب قول بنقول انت بس للام، عايز تتعالج، بنقول للام اللي مش عارفه اللي تواصلي معانا، واحنا ممكن نبعت عضو او اتنين او تلاته من اعضاء الكتله بيته، طب ده حاجه جميله جدا ونقنعه ان ده في متاح. جلسه واتنين وتلاته ويستقطبوه ويرغبوه في العلاج. وتقنعوه كمان يعني. واحنا طبعا بنعمل صالون ثقافي شهريا، بنكرم فيه المتعافين ايوه عشان ده نوع من انواع التحفيز. طبعا. غير كمان ان صندوق مكافحه الادمان بالتعاون طبعا مع وزاره التضامن ومجلس الوزراء، ان هم المتعافي بعد متابعته بعد علاجه 3 شهور في المستشفى اقامه كامله بالمجان، طب دي حاجة جميلة ست جدا. شهور ست شهور تاني بعدها متابعة. بيتابع مع المستشفى، وبيقدر ياخد اللي هو القرض ال80,000 جنيه، بيقدر يعمل بيهم مشروع بيسددهم بدون اي فوائد، ايوه 500 جنيه كل شهر. ايوه ومعظم الشباب اللي كانت بتدخل فيه بتدخل علشان انا عايز اخد يعني التحفيز ده، ايوه هو اساسا دماغه بتتغير، طبعا. فلما دماغه بتتغير خلاص مش محتاج ال80,000 دول. صح، اهم حاجة الثقافة. هو دماغه بتتغير. ايوه انا عايز اقول لحضرتك ان في بعض الحالات، يعني احنا دخلنا لحد دلوقتي 2168 حالة، عندنا طب ناخد تعافي معانا تقريبا مكالمة، 850. نعم، معانا مكالمة راعي البرنامج الدكتور أيمن الشرقاوي. اهلا وسهلا. معالي الأستاذة الكبيرة عنايات السنان. اهلا بحضرتك، ازاي طبعا حضرتك؟ أيمن الشرقاوي بيرحب بيك في برنامج راديو مصر. اهلا بيك، ترحيب خاص جدا، ربنا يكرمك. وبيشكر حضرتك شكري عميق من القلب لتشريف السيدة في قناة الصحة والجمال. الشرف ليا يا فندم، الشرف ليا. كل الشكر والتقدير. طبعا حضرتك شخصية وطنية، الحمد لله، واحنا بنحب حضرتك كتير لأنك بتقفي جنب الشباب لعلاج الإدمان. ربنا يقبل، بس ربنا يتقبل مننا إن شاء ربنا الله. يتقبل إن شاء منك، الله. وأنا بشكر حضرتك للمرة الثانية يا فندم باسم بشكر أسرة سعادتك يا فندم. البرنامج وأيمن الشرقاوي. أهلا بحضرتك، بشكر حضرتك. شكرا يا فندم. شكرا يا دكتور جزيلا. أيمن، شكرا. شكرا يا فندم. شكرا، اتفضل. نكمل حديثنا. كنا بنقول إيه؟ كنا بنتكلم إن بعد المريض ما يتعافى بنعمله صالون ثقافي. إحنا بنعمل صالون ثقافي شهري، إحنا كان يعني عملنا 8 صالونات، عملنا مؤتمر كان معانا، كنا يعني اجتزنا ال 700 تعافي ما شاء الله. كان معانا جوه المؤتمر ده، كان معمول في المدفعية في شهر 2، كان معانا 50 متعافي، كنا بنكرمهم لأن مش كل المتعافين بيقدروا يظهروا، وطبعا هو بيبقى بناء على رغبتهم. الأهالي دايما اللي بترفض حتة إن ابنها يظهر، مش هو، هو بالنسبة له عادي، بيبقى فرحان، هو بالنسبة له لأن ثقافة دماغه اتغيرت، اتغيرت، صح، هو اتغير، صح. إنما الأهل، مين بقى من الأهل اللي بيبقى رافض، حابب، اللي حابب بقى، خلينا في اللي حابب، أو المعظم بيبقى رافض، اللي حابب إن ابنه يظهر وهو متعافي، اللي هو كان بيسبب مشاكل في الشارع، يعني عدت البيت، فهو حابب يقول للناس اللي في الشارع ابني بقى اهو، ايوه بقى كويس، بقى طبعا، فاهم علي، يفتخروا بيه. هو الشباب دي بتبقى مرت بتجارب كبيره صعبه، عميقه،
اتعاملوا فيها مع نوعيات مختلفة من الناس. يعني اتعاونوا أكيد مع التاجر اللي بي 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 اللي كانوا بيشتروا منه المخدر، اتعاملوا مع زمالة السوق اللي كانوا بيبقوا مع بعض، اتعامل مع الناس اللي خدت بإيده وودته المستشفى وعملت له وساعدته. فده بيبقى عنده دماغه بتبقى أعمق أي. في الحياة الحياتية، لأنه مر بتجربة صعبة فتعلم منها حاجات كتيرة جدا، ممكن أصل هو فغيرت حياته. علشان بيقدم على يعني معظم اللي بيقدم على العلاج اللي هو جاب قاع، جاب قاع أسري، جاب قاع مادي، جاب قاع صحي. منهم كتير المتزوجين اللي مراته سابته ومشت، صح، وشافت حياتها، اتطلقت، ما استحملتش. في بس حاجه جميله دي احنا ان شاء الله هنعملها في المستشفى اللي هي هنعملها دي بامر الله. هي موجوده اساسا في المستشفيات الحكوميه اللي هو الزماله. زماله المتعافي هو مجموعه او دفعه المتعافي اللي بيبقوا مع بعض، دول هم دول اصحابه الجدد. هو بينسى خالص كل ما هو سيء. فهم دول اصحابه اللي بياخدوا بايد بعض. يعني ايه بياخدوا بايد بعض؟ يعني هو ما اما بيجي بيعمل اي حاجه جديده او اي قرار بياخده بيقوله لزميله ده المتعافي. فهو دايما مطلع على اللي بيعمله. فلما بيبتدي يعمل حاجه غلط او هتجيله زله، يعني ايه زله؟ يعني رجله هتنزلق تاني. او ينتكس. قبل ما بينتكس ناخد ماشي ناخد مكالمه بعد اذنك. الو اتفضلي. اتفضلي. صباح الخير. اتفضلي يا فندم. مين معانا؟ انا عايزه اعمل دخله تليفونيه مع استاذه عنايات. اهلا بيكي يا استاذه ريم. اتفضلي. اهلا بحضرتك. اتفضلي استاذه عنايات مع حضرتك. صباح الخير يا استاذه عنايات. اهلا بيكي. ريم العدوي مع حضرتك. أهلا. انا بشتغل في مجال حمايه الطفل وعضوه في الكتله. مع حضرتك. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. اولا انا عايزه اتوجه بالشكر لحضرتك على المجهودات التطوعيه اللي انت عاملاها في علاج الادمان. ربنا يكرمك. وانا طبعا متطوعه معاكم في علاج الادمان. أيوة. للحالات الاطفال. ايوه احنا عندنا في فعلا اللي هو اندر ايج اللي هم بيروحوا مستشفى حلوان. فهي الاستاذه ان شاء الله هتفيدنا بما درسته. ايوه بلاش باللغه العربيه. هتفيدنا بما درسته. طبعا الجزء ده هيبقى مختص بذاته لعلاج ادمان الاطفال، لان الاطفال هي البذره اللي احنا بنزرعها دلوقتي اللي هنقدر نجني ثمارها في المستقبل ان شاء الله. اكيد. أيوة. طبعا ان شاء الله. وسعيده جدا بمجهودات حضرتك يا استاذه عنايات، ويا رب ربنا يكتر كده من امثال حضرتك كتير عشان رب. نقدر ننهض بمصر. هم كتير بس احنا عايزين نجمعهم مع بعض علشان نعمل حاجه قويه. يعني لا ده يعني مصر مليانه خير. صح. مصر مليانه خير. وانت حد محترم يا استاذه ريم. وانا طبعا بفرغ وقتي كامله للمصحه علشان اقدر اكون مهتمه بالجزء ده وعمل تطوعي ان شاء الله. احنا اتفقنا على ان يعني هو يعني هيبقى عمل بدون ربح، بس احنا بنوسع النطاق. بنوسع نطاق الخدمه يعني. ايوه صح. طبعا طبعا. وانا مع حضرتك ميرسي كامل وقتي. ميرسي. متشكره. شكرا جداً. شكرا لحضرتك وجزاك الله كل خير. شكرا حضرتك. احنا كنا بنقول موضوع الزماله. فلما بيبتدي بقى رجله تيجي تاني مين بياخد بيده؟ زميله. زميله ما هو عارف عنه كل حاجه، فبيبتدي يقول له لا ابعد ما قدرش. تمام. فبيقول للمشرف. بتوصل لحد المشرف الكبير، ممكن تبقى للاخصائي، ممكن لصاحب المستشفى او مدير المستشفى. الحقيقه الناس كلها تاني. عايزين مكالمات. في برضو مكالمه تانية. اتفضلي. اتفضلوا. الو. طب نكمل كلامنا على مكالمه تيجي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. يعني بنقول ان الزماله مهمه، فاحنا عايزين نوسع في هذا النطاق. يا ريت. ان شاء الله بامر الله. هو انا بعمل جمعيه دلوقتي. اقول لكم على اسمها. ما شاء الله عليك. يا ريت. جمعيه الاختيار. الصحيح. الجمعية دي اللي هيطلع إن شاء الله منها المستشفى. علشان نكون حد يعني رسمي، يعني كل حاجاتنا قانونية.
هنعمل زمالة اسمها زمالة الاختيار، دي هتبقى طبعا في كل محافظة، وأتمنى إنها تكون في كل دايرة، يا بحيث ريت. إن كل المتعافين اللي موجودين في الدايرة دايرة ما دول يبقى في زمالة علشان ياخدوا بإيد بعض صح. لما حد فيهم رجليه هترجع تاني. يتعافى، لا المتعافي كمان ياخد ما بإيد هو زميله. ما هم ما هي الزمالة دي هم أساسا كلهم متعافين من الإدمان، ايوه فهم بيحكوا لبعض كل حاجة، لأن ده صح أكبر من ده وده أقدم ايوه من ده، فبيعتبروا الأب الروحي ليه. فالأب الروحي لما بيلاقي الابن هيغلط فبيبتدي يسحبه، معرفش يسحبه بيجيب اللي أكبر اللي أكبر الأكبر اللي أكبر، أيوة. اللي هو ممكن يوصل لمدير مستشفى، ممكن يوصل لي تاني، أبعت له ناس تاني نستقطبه تاني. وده حصل أيوة. يعني في كذا حالة أنا شغالة معاها، كل 4 5 شهور يعني تتعالج، و4 5 شهور ترجع تاني. طيب احنا مش هنزهق، ايوه احنا جزاك مش الله كل هنسيبه، خير. لان هو اساسا مريض الادمان لا يشفى. ايوه مريض لازم الادمان متابعه، ايوه لازم متابعه. لازم متابعه. جزاك الله كل خير يا استاذه عناد، الله يخليك، ونشكرك. وللاسف الفقره انتهت، انا بشكر حضرتك، وحضرتك معانا ان شاء الله في فقرات اخرى. ان شاء الله انتظرونا في فقره جديده ان شاء الله من فقراتنا، اوعوا تروحوا في اي حته.